السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة سميرة لتعلم اللغة الفرنسية والإنجليزية، وكذلك هي قناة تربوية لتقديم النصائح في جميع المجالات. بما أننا على مشارف نهاية العطلة الصيفية واقتراب حلول السنة الدراسية الجديدة، إن شاء الله الله يجعلها سنة دراسية ناجحة لأولادكم وبالصحة والعافية. قلت أنني ندير بلوغ على الأدوات المدرسية ونشوف الجديد فيها، وكذلك نقدم نصائح على نوعية الدفاتر ونوعية الأدوات اللي ممكن التلميذ يستفيد منها، وكاين شي حوايج ما تيكونش كاع ضروري أن الإنسان يقضى. لذلك إن شاء الله يلاه معايا على بركة الله في هذا البلوغ الجديد. لعب ديال الاطفال، الانسان كيتغدى الدراري كيقنطو. كاين هنا بزاف ديال الالعاب ديال كتخلي ولدك مدة ساعة أو ساعتين حتى كتقضي المشاغل ديالك. ولو أنني في مرحلة كتب كان نفضل أنو الأولاد ديالكم تشاركوهم في اختيار الأدوات ديالهم، يعني كيولي يكون أوتونوم، يعني واثق من نفسو، كيعتمد على نفسو. مسائل كثيرة هما دوك الألعاب هنايا. الآن غادي نتوجه إن شاء الله للداخل. هنا دايرين دي بيرو بوغ لي زونفون، مزيان التلميذ الطفل تكون عندو بيرو ديالو خاص بيه فين كيحفظ. هنا نوريكم لي كارطاب اللي كاينين، أنواع كارطاب فوالا. هادو سوسون بوغ لي في ألوان هادو. هادو حتى هما دي رفوف ديالهم قصص والكتب ديال وليداتكم، أحسن يكون حاجة مرتبة عندهم. بون نبداو بلي كارطاب كيما قلت. هذا المعدل ديال الكارطاب، كاين حتى لي تروس. مزيان تجيب معاك ولدك او بنتك يختار المحفظه ديالو الخاصه به، يعني كتعطيه كيولي كيعتمد على نفسه، كيولي عنده ثقه في نفسه انه يعطي الراي ديالو في الاشياء الخاصه به. ما يبقاوش نفرضوا عليهم ديما الراي ديالنا حنايا، لانه هذا الشيء اللي كيخلي ولادنا ما كيقدوش يعبروا على نفسهم. هذا الشيء كنلاحظوه في المدرسه، كتعطيه يتكلم على شي حاجه ما كيلقى صعوبه كبيره باش يعبر، يعطي جمله مفيده على الشيء اللي طلبتي منه. ولا خليهم عطيهم، شاركوهم معاكم. والله الا الانسان وليدات راه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. هادو دي كارطاب كاملين، هادو ديال هادو البنات كيعجبوهم، هادو فروزن. انت خويا كتحماق على هادو ديال فروزن، كاين بزاف هنا. هادو نعطيكم فكرة على الشيء اللي كاين هنايا. هادو تاني عينة أخرى، أشكال أخرى، دي ساكادو أو ميتون سون دي أو تا لي بخي زعما ماشي صفا بوكو تخو شار. باش نشوفلكم لي بخي ديال هادو. هادو مع هادو ديال فروز كيديرو 199 درهم، 199 درهم. كنشوف هنا الثمن. هادو هنا ديال المحفظات الكارطاب ديال بور غارسون كيديرو 239 درهم، بحال هادو 239 درهم. هادي 199 درهم، يعني كنحاول نعطيكم فكرة. والله يحسن العوان بعد العيد الكبير تيجيو المدارس، الله يعين الآباء على والأمهات على وليداتهم إن شاء الله، والله يكثر رزقكم وباش تكونوا وليداتكم وتولوهم كل شيء ان شاء الله. الله يخليهم ليكم، الله يخليكم ليهم.
des petits sacs pour le repas, surtout le madras khassa, tu connais l'horaire continu, aïe توقيت مستمر. فمزيان تقعد لك خطاب ديالو يكون عنده ان بيتي ساك بور بور لو روبا ديالو حتى الكوتي ديالو. انت ولا اشكال هنايا اشكال زوينه شوف شي حاجه لكم انت ولا روسا صوم ساك كيعجبهم وليدات حاجه كتكون فيها دي فوتو داكشي ديال كاين اللي كيبغي دورا كيبغي فروزان كاين اللي كيبغي على حسب لي ديسان زانيمي لي كيعجبو. هذا النوع الثاني قادو اشوف هذا شحال غزال زوين ماي ليتل برنسس يعني اميرتي الصغيره بالانجليزيه بتو كيدير هذا 179 درهم 190 درهم كاين هذا هويا هادو 79 درهم هاد اللونين اللي وريتكم المهم انسان يكون ان بيتي ساك ولا تو سامبلومون ما يهمش واش يكون غالي ورخيص المهم على حسب المقدره ديال كل عائله انسان ما يكلفش على راسو ولو كل اباء والامهات كيبغوا الاحسن ويبغوا وليداتهم يكون عندهم احسن حاجه هادو كاين اداء ازرق كيدير 100 كيدير 53 درهم هادو كيدير 139 درهم هادو 59 اذا كاين بزاف هنايا وانا حاولت ما امكن نعطيكم فكره على هاد لي ساك كاملين فوالا هذا ساس كان نوت كارطابل هادو لي رولات كيبغيو ديري بزاف لي رولات بغيو ديري جا الكارطابل ديالو على حسب العمر راه كتكون ثقيله بالكتب كنشوفهم الا صعيب باش يهزها فوق الكتف ديالو هادو دي بتي كارطابل بوغ لي بتيت كلاس سي بي مثلا فوالا كاين جاتو 279 المهم هذه فكرة شاملة على لي كارطابل فكرة شاملة على لي كارطابل فوالا وكما قلتلكم كاين هنا لي بيرو هادو تاني انواع ديال الرفوف تاني وهادو دي بتي بيرو مع دي شيز ديالهم ولا بتيت لامب وهادو كيما قلت لكم بوغ لو رونجمون دي ليفر دي كايي باش يكونوا مرتبين حتى الاسمنه زعما شفتهم مناسبه هادو دايرين لهم بروموسيون 492 درهم وكاين هذا حتى هويا مزيان هاد لو بيرو ب 599 درهم بلوس هاد ليتاجير تاعهم زوين فوالا هما كاينين شي حوايج زوين لي بيرو زعما فنيين غزالين هاد كاين حتى دي روجمون اون بلاستيك دايرينهم اون بلاستيك زوينين هذا 599 درهم هذا سيت ان بيتي بيرو بوغ لي بيتي هما فوالا عطيتكم فكرة على لي كارطال عاد ان شاء الله ندوزو الدفاتير ها دوكا كيما قلت لكم هادو تا هومايا نقول لكم لو بري ديالهم هادو 179 كيما قلت لكم كاينين في مرجان 179 جو كوا مرجان تاع اي مدينه غادي تلقاو فيهم ولا لو بري ديالهم زوينين هادو يشوف لو كوان دو لا شومبر ديال لي زونفون فريمون سي مانيفيك موا جي ادوري جي ادوري بوكو هنا لي كايي بالنسبه للدفاتير اللي بغيت نقول لكم ديما بحثوا على الجوده ديال الورق لانه كنت شاهدين كيعتبر ايش الدفاتير تيكون الغلاف ديالهم دغيا كيرشه والدفتر تيولي حالته حاله كما تنقولوا وحتى الخطوط ديال الدفاتير تكون باينه دوك لي زانترلين حتى التلميذ كيسهل عليه باش يكتب على حسب العوان راه كيضلوا يكتبوا العربيه الفرنسيه الرياضيات اذا شوفوا الجوده ديال الدفاتير
وكنكرر انه الدفاتر اللي تاخذوهم ليهم ضروري يديروا لهم لا كوفرتور وشاك كايي يكون فيه ايتيكيت فيها لو نون دو برينون اي الاسم النسب ديالو. Hadou, ce sont des dictionnaires. Chaque élève doit avoir un dictionnaire à la maison. Hadou, il y a un dictionnaire avec tout le timide. Au talib, il faut qu'il y ait un dictionnaire, ou un dictionnaire, ou un dictionnaire, ou un dictionnaire. Il faut qu'il y ait la lecture, ou qu'il y ait la qissa, 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 ou qu'il y ait la qissa. ديكسيونير كيسهل عليه مثلا هذا روبير جونيور يعني كنصح به بزاف انا التلاميذ ديالي وبزاف اللي كيشريوه فيه شرح مبسط زائد صور معبره مثلا صور على لي زارب صور على لي باتو صور على لي زانيمو وتشرحات كتكون بخط واضح كاين هذا لو روبير ميكرو ولكن انا كنفضل انا روبير جونيور لأنه مفيد جدا والشرح تيكون قريب للمعنى اللي حسب المضمون اللي كاين في الجملة أو في الكتاب. هنا تاني كاين لغوبير كما قلت لغوبير جونيور هذا المنجد الكبير فيه ديال كاين ديال العربية بون. بالنسبة للدفاتر لازم يكون كلهم مغلفين وكي فيهم اتيكيت فيها لو نون لو برينون هكا كيسعد الاستاذ انه يعرف دفتر كل واحد. بون هادو لي زافير كنصح بالنسبه لاكول يهسيك كاين نوع جيد هادو لي زيتيكيت كاين اشكال كثيره كما قلت لازم يكون زيتيكيت كولي سور لي كوفرتور يعني فوق الاغلفه والاسم والنسب يكون مكتوب بطريقه جدا وكنصح بيهستيك خصوصا يهستيك كما ديك بوماد شويه ماشي عمليه يهستيك هذه نوع جيد كاين بعد ليكول ما تيكونش النوع ديالهم مزيان وما كيلصقوش مزيان ومن الاحسن يتخاد لو غران توب هادو بالنسبه اللي كيكونوا في الاعمال اليدويه كيقدو يستعنوا بلاكول بوماد يعني لاكول سائله هادو لي بات مودلي هنا كاين لي كريون دو كولور هنا اوسي لي دي كريون دو كولور كاين بزاف مابيد كيما قلت بالنسبه لي كريون دو كولور كاين مابيد كاين فابريكاستور هادو هما الانواع الجيده بون لي ستيلو كاين داك لي ستيلو رينولدز لي ستيلو كانوا جيده بون هنا كاين يعني دفاتر لي ريجستر هادوك لي كوفرتور بور لي غران ليفر تالي ليفر لازم يكونوا مغلفين بغلافات بلاستيفيه
هادو ثاني دي بلاكار بور لورانجمون دي 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 كايي ودي ليفر. شوف هذا، شوف هذا معايا اللي تري بو، هذا سورتو هذا اللي فيه ديك لا بتيت بورت بالروز بور لي في. كاين هاد الاخر ثاني فيه 3 ايتاجير بتيت بورت، كاين بلورانج وبلو فير، وفي اسباس كبير لداخل يعني بور لي ليفر لي كايي الكتب ديالهم كاملين المدرسيه لي زافير ديالهم. مزيان على مولادنا الترتيب ديال حوايجهم ديال ملابسهم ديال كتبهم، كيكون عنده الغرفه ديالو منظمه، ماشي كيجي كيحط الكرطاب ديالو ملوحه، يجبد الكتبه ديالو يحفظ فيهم او ينجز تمارينو. كاين شي كتب كيبقاو في البيت، كاين اللي كيديهم معاه في كرطابل، الوغ كنعلموه التنظيم يكون مرتب من الصغر ديالو، كيولي هو اوتونوم يعني يدخل يجبد داكشي اللي غادي يخدم فيه، من بعد كيردو المكان ديالو يتعود كتحط كل حاجه في المكان ديالها. هذا شكل ثاني كبير شويه حتى هويا يعني فيه اسباس كبير، يعني حجم كبير. كاين هذا الاخر ثاني سا سي بور جو كرو بور لي شوسور، هذاك الاخر كاين هذا حتى هويا هو كيجي منظر زوين في لي شومبر ديال الوليدات. الانسان كيبغي ديما الافضل لوليداته، وحتى لو بري ديالهم يعني ريزونابل، ما كيفوتوش تقريبا ديك 400 درهم او هذا 399 درهم. بان جو كرو كو لو بري ديالو ريزونابل، انا عجبني عجبوني زعما تقريبا كاملين. هادو ثاني من العود ديال باللون ديال العود، يعني ما مصبوغينش حتى هما الشكل ديالهم، لان كل واحد الذوق ديالو، كاين اللي يبغي بداك الشكل مصبوغ، كاين اللي يبغيهم سامبل. وانت انا المهم عطيتكم فكره، وانتم شوفوا النظر ديالكم كل واحد. بون maintenant هادو سو سون دي بوكس، عندهم دو غروند بواط مغلفين، يعني كاين هاد الشكل وكاين هذاك الشكل الاخر، ويعني فوزافي لو شوا. كاين اختيارات كثيره، كاين هاد لو روز سا سي اون كولور دو في، هادي بالنسبه للبنات، يعني فيهم مزوقين يعني فيهم اسباس كبير يعني بالنسبه للعاب بور لي جوي. كاين هاد لو بلو سيال سي بور لي غارسون، مزيان على الوليدات ينظموا الالعاب ديالهم، وثمنهم يعني ماشي غالي. انا عجبوني. اذا انا عطيتكم فكره على لي بلاكار، وعطيتكم فكره على هاد لي بوكس، وانتم ليكم الذوق ديالكم. واو. الان بالنسبه لنصيحتي دائما، ملي تاخذوا الكتب لوليداتكم لي زافير سكولير في ديبي دلاني في اول سنه، ضروري ضروري ومؤكد انكم تاخذوا لهم قصه بالفرنسيه وقصه بالعربيه يقراوها، او مجموعه قصص بالفرنسي ومجموعه قصص بالعربيه، لانه ما كافيش فقط الدراسه باش انسان ينمي العقل ديالو ويكتسب فوكابولير يعني وكلمات جديده ورصيد لغوي جديد، لازم يكون عنده معارف اخرى يعني قصص ولا موسوعات كما كنت نصحت واحد المره، موسوعات دي زونسيكلوبيدي ديال لي زانيمو. هادو سو سون دي كونت بحال 365 استوار، فيهم بزاف ديال القصص يعني، وثمنهم ماشي شي 49 درهم، مي سون با شير يعني ماشي غاليين. هو بالعربيه قصص مسليه لاصدقاء الحيوانات، كاين بالعربيه باللغه الفرنسيه. هادو لو كونت في هادو دي فابل بحال دي بويم، تاهما زوينين. انا قصص بالعربيه، اذا ضروري تاخذوا لهم مجموعه، لان في وسط السنه الانسان كيعجز، الاحسن تسجلوا لهم كل شيء في اول سنه. هذا هادي سيتي انسيكلوبيدي يعني موسوعه ديال الحيوانات. هادو فوالا سو سون دي بور لو كولورياج، هادو بور لي زون لي بيتي زونفون، هادو قصص للوليدات الصغار يعني من السن ديالو. شوف في لا غروند سيكسيون الوليد يقد يقرا قصص، تيكونوا فيهم تيكونوا على حسب السن، او مجموعه كبيره هنايا. بون سي ان كونساي بور فو، ونتمنى ان شاء الله تاخذوا بعض النصيحه، وان شاء الله وليداتكم تشوفوهم كما بغيتوا ويستافدوا. بون بعد جولتنا في مرجان،
انتقلت بكم الان الكارفور نشوفوا الجديد في لي كارتابل وفي لي فورنيتور سكولير. يلا الونزي. ها هو الان حنا متواجدين في كارفور، غنصور لكم الكارتابل اللي كاينين هنايا. كاين انواع ديال لي كارتابل بوكسي، هما كاين انواع زوينه. فوالا هذا كارفور، حتى هما جايبين دي كارتابل سون تري بيان. هادو بوغ لي كارسون، هداك لي فوق شحال غزالين بوغ هاديك لي بتيت كلاس سي بي سي دي. فوالا، وهادو ديك لي صاك ديال الماكلة. زوين هاد لي ساك بوغ لو روبوا. كاين بزاف ديال لي كارطابل هنايا. هادو لي كارطابل بوغ كارسون، هادي تاهما. هادي سباي، سباي دارمان، هادي بوغ لي في غزالين. أوه سون مانيفيك، ولكن أبو لو بخي إلفي، سي 399. هادو غزالين بزاف، عجبوني انا هادو صندوق. هادو عجبوني، هادو ديال بولي كارسون، لكن كلهم داك لو ميم بخي. دي كولور بيبس زوين، في محل بريو. هاد الأولى هاد لي ستيلو، هادوك لي باي كريون زوينين. كاين دي تخيك ديال الهام غزالي، لي باي كريون بلان دو لي باي كريون، تقريبا نفس لي شفنا في مارجان. تخي بو داكشي زوين. هادوك لي فلوريسون ممكن هذا ديك باتا موديل، انا بلان دو شوز توجور هنا لو كوان ايستوار. هاد مع لي فوت كاين في دي ساك emballage en emballage de tout. C'est un ensemble de feux qui m'ont l'écran de tout l'heure. وهكذا تتنتهي رحلتنا او جولتنا في عالم الكتب المدرسيه الادوات المدرسيه لي فورنيتور سكولير. و جو سويت ا تو لو موند اون بون اني سكولير
une très bonne année scolaire, Inch'Allah, Tawfiq et Najah, Sama Dirassia Moufaka, ou la vidéo à faire, Inch'Allah, Dumtum Bikhair, ou Ila Liqa.